انت مشجع لنيوكاسل، فانا عايز ابسط لك الامور. الموضوع واضح ان في رباطيه معموله على نيوكاسل من رابطه الانديه الانجليزيه. رابطه الانديه الانجليزيه راحت صوتت ضد نيوكاسل ان هو يعمل عقود رعايه ضخمه وان هو يروح يعمل ماركاته ضخم. فالفرق كلها بدات تحط تقييد لنيوكاسل عشان خاطر عارفين ان صندوق الاستثمار السعودي وراه وفي فلوس كتير جدا ممكن تترمي في الماركاتو وفي عقود رعايه ضخمه ممكن تيجي لنيوكاسل. فبناء عليه هنلاقي مانشستر سيتي جديد، وهم مش عايزين مانشستر سيتي جديد عزيزي. يعني هم مش عايزين فكره ان في حد من الخليج يجي او حد من اي حته في العالم يجي يرمي فلوس كتير في نادي، النادي ده يعلى عن كل الفرق اللي موجوده. تجربه تشيلسي، تجربه مانشستر سيتي مخوفاهم جدا. فجم على مين؟ عليك انت عزيزي مشجع نيوكاسل، جم على نيوكاسل والتجربه الجديده. بس الحمد لله رب العالمين احنا مالناش دعوه بالحوار، احنا عدينا بقى من زمان. سيتي عدى من زمان ودفعنا وعملنا وسوينا، خلصنا كل حاجه من زمان. وبعدين انت جاي ضد اكتر نسخه حاليا متكامله في السيتي وجاي عايز تسمع نتيجه ايجابيه، مش عيب عليك بجد، مش عيب عليك والله. انا عايز افهم طب بذمتك يعني وين العروبه يا اخي؟ يعني اعتبرنا ان احنا بننافس ليفربول بتاع الامريكان، واعتبرنا ان احنا برضو بننافس مانشستر يونايتد بتاع الامريكان، او بننافس فرقه زي تشيلسي بتاع الروس. يعني انت ترضاها لمين ان هو ياخد الدوري؟ اكيد ولد عروبتك السيتي. السيتي فعلا كلارك ابن عمك اللي هو انت بتحبه قوي وعارف انه مساك على قده قوي. بس بص، هو كلارك لوحده الامانه مش سيء، هو خط الدفاع كله سيء، معاهم مدير فني ما بيعرفش يدافع زي ايدي هاو. ايدي هاو اساسا كان مع بورنموث بيهاجم، فانت جايبه بسم الله ما شاء الله يدافع، بيرا ما بتعرفش تدافع، سبحان الله. يعني مش عارف الافكار كانت عامله ازاي لما جبت ايدي هاو. النهارده السيتي كان واضح الملامح 4 2 3 1، رحيم شمال، جابرييل جيسوس مهاجم، الحمد لله ما فيهاش عكس بقى، ما فيهاش رحيم مهاجم جابرييل باك والكلام ده. رياض على الطرف اليمين، كيفن دي بروين صانع العاب. بص احنا ظبطنا الجاكيت بس البنطلون ضرب مننا، ولقينا ان رودري بيلعب جنب برناردو سيلفا عادي. برناردو لو حطيناه في اي حته في الملعب شغال، مفيش اي مشكله. بس بصراحه التطور الطبيعي الحاجه الساعه عندنا جو كانسيلو. جو كانسيلو ده اللعيب الوحيد اللي سيتي عرف يصطادوا صح، يعني ادينا لهم دانييلو وخدنا جو كانسيلو، والحمد لله جو كانسيلو شارخ افضل لاعب في الفريق الشهر اللي فات بدون منازع. هو جو كانسيلو، جو كانسيلو النهارده 1 اسيست في الهدف الاول لروبن دياز، والهدف الثاني شايط من زبه يا باشا، شايط من زبه صاروخ ارض جو. سيتي اول نص ساعه 2-0، خلاص معنى كده ان الماتش خلاص فاين منك وضاع منك وانتهى تماما. بعد كده سيتي بيسجل الهدف الثالث عن طريق رياض محرز من اسيست جميل او عرضيه جميله من زيرتشينكو. الفار بيقول ان رياض متسجل، بس رياض بيسجل علشان نقعد نسال نفسنا سؤال، هو رياض ده الجون ال 50 ولا 51؟ بس احنا ماتش الليدز اللي فات قلنا الجون ال 50، النهارده بقى جايين يقول لك لا ده الجون ال 50، مش مهم، المهم ان رياض بيسجل 50 51 مش مهم، المهم دايما ان وجهه النظر على رياض تفضل ثابته، ان رياض هو كيفن دي بروين في مكان مع نفسهم في مين نجم الفريق في مانشستر سيتي، رياض وكيفن واقفين قصاد بعض بس. طبعا كلهم واقفين قصاد بعض واللي واقف قدامهم كده روبن دياز، وبعديه رياض وكيفن واقفين قدام بعض كده، هما الثلاثه دول اللي شايلين الفرقه حرفيا. فما ينفعش انك تيجي تتكلم تاني على ظلم رياض ورياض بالظلم، الكلام ده بيزعلني انا كمشجع لسيتي، لان انا عارف القصه ماشيه ازاي وعارف بيب جوارديولا قد ايه مدمن روتيشن. بس هو عارف حته معينه ان رياض بالنسبه له رقم واحد في الكرات الثابته، رياض رقم واحد في ضربات الجزاء اللي بيكون فيها ضغط عالي جدا، ما فيش حد بيتحمل الكلام ده غير رياض، ضربات ثابته رياض. فلما تيجي تتكلم على رياض محرز انت بتتكلم على علامه فارقه، واحد من نجوم الفرقه. فبص ايدك بلاش تتكلم على موضوع مظلوميه رياض دي تاني. ورحيم كاكا ربنا سهل له وجاب جون في الدقيقه 85 من اسيست لجابريل جيسوس. اتمنى الاستفاقه بتاع رحيم تدوم، اتمنى ان جابريل جيسوس يفضل لاعب مهاجم كتير، اتمنى نشوف مانشستر سيتي بلا اصابات وبلا جوفيد، واتمنى باذن الله ان الدوري يتوقف علشان خاطر اهم حاجه بالنسبه لنا سلامه الفرق وسلامه اللعيبه، ومش مهم هم اللقب لان اللقب عندنا منه كتير، بس سلامه اللعيبه اهم بكتير. لو عجبك الفيديو يا اسطى فمعلش احنا عايزين يبقى فيه منك كتير، وعايزين مشجعين لمانشستر سيتي كتير، فاعمل لايك وسبسكرايب لو الفيديو عجبك. اما الفيديو ما عجبكش فبراحتك يا برو، هذا رايي.